بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين، والحمد لله رب العالمين. اليوم محاضرتنا خاصة بمنظومة جديدة اللي هي منظومة العتلات. العتلات تعتبر واحدة من التطبيقات اللي القديمة جدا والمستخدمة في منظومات السيطرة، ويمكن استخدمها الإنسان منذ أقدم العصور، حيث استخدمت العتلة لرفع قوة أكثر بكثير من قدرة الإنسان، بقاعدة بسيطة اللي هي قاعدة العزول مثل ما نعرفها، أنه إذا عندنا عتلة وعندنا نقطة ارتكاز، فلو افترضنا أنه هذه العتلة بنسبة 1 إلى 10، فلو أثرنا بهذا الطرف بقوة مقدارها F، فالF في 10 راح ينتج هنا قوة رفع بمقدار 10F، وبذلك يقدر يضخم القوة بأي نسبة كانت، يعني ممكن إلى 2 أو 3 أضعاف أو 4 أضعاف. ومن هذه الخاصية قدر يستفاد من الخواص اللي تخدمه بنظام العتلات. طبعا العتلة تستخدم أغلب المنظومات السيطرة تحتوي على العتلات، والعتلات تفيدنا في أكثر من نقطة، يا أما نستخدمها لعملية تضخيم أو تصغير القوة، وتستخدم أحيانا لعملية تضخيم وتقليل أو زيادة الإزاحة حسب التطبيق المستخدم إليه، أي أنه تعتبر كمضخم للإزاحة ومضخم للقوة. أيضا تستخدم في عملية عكس الإشارة، عكس الاتجاه، مثلا عكس الاتجاه بزاوية 180 درجة، أو عكس الاتجاه بزاوية 90 درجة، أو أي زاوية احنا نحتاجها بالمنظومة. وممكن أن تستخدم بالفعل المباشر Direct Action، وممكن أن تستخدم في الفعل غير المباشر اللي هو Reverse Action، أو العفو الفعل الانعكاسي اللي هو Reverse Action، وتطبيقات أخرى كثيرة. طبعا هناك 3 تطبيقات رئيسية أو 3 أنواع رئيسية للعتلات. أول نوع اللي هو مسمى بالميدل فيكسد ليفر، العتلة المثبتة من الوسط. وعتلة مثبتة من الوسط ليس بالضرورة أنه يعني أنه هذه العتلة تكون متساوية، يعني مثبتة بالمنتصف، يعني ليس بالضرورة أنه أي تساوي بي. الحالة العامة أنه أي لا تساوي بي، النسبة أنه هاي المنطقة، هاي المسافة تسمى أي، وهاي المسافة نسميها بي افتراضا. فلو افترضنا أنه جينا مسكنا أحد طرفي العتلة وحركنا إزاحة سميناها X، فراح يتحرك الطرف الثاني بإزاحة راح نسميها Y. نشوف أنه هاي العتلة المثبتة من الوسط، أول شيء أنه تستخدم لعكس الاتجاه، يعني عكس الاتجاه بزاوية 180 درجة، نشوف X بهذا الاتجاه للY الناتجة بالاتجاه المعاكس، وأيضا تستخدم لعملية تضخيم وتصغير الإزاحة. فلو نجد العلاقة ما بين، يعني لو افترضنا أن X هو الانبوت والY هو الاوتبوت، فلإيجاد العلاقة دالة التحويل لهذه العتلة، واللي هي تمثل علاقة الاوتبوت إلى الانبوت، مثل ما تعلمنا أنه دالة التحويل TF تساوي علاقة الاوتبوت بالانبوت. فعلاقة الY اللي هو الاوتبوت على X، شو راح نستنتجها؟ نستنتجها من تشابه المثلثات. شو عرفنا تشابه المثلثات؟ طبعا المثلث اللي هو هذا المثلث، تشابه هذا المثلث مع المثلث الاخر، شلون تشابهوا؟ هذه الزاويه هي متساويه بالتساوي بالتبادل عفوا، والزاويه هاي قائمه، واكيد الزاويه مجموع الزاويه الثالثه راح يكون مساوي لهذه الزاويه. فاذا تساوى الزوايا مثلث تشابه، او اذا تساوت الزوايا المتناظره للمثلث مع مثلث اخر تشابه المثلثان، وإذا تشابه المثلثان كنتيجة يكون شنو تناظرت أو تطابقت أضلاعهما أو نسب أضلاعهما. فنسبة القاعدة Y إلى نسبة القاعدة X تساوي نسبة الضلع القائم اللي هو B نسبة إلى الضلع القائم اللي هو A. فإذا نسبة Y إلى X تساوي نسبة B إلى A. إذن ممكن أن نستنتج دالة التحويل للعتلة المثبتة من الوسط عن طريق تشابه المثلثات، واللي هي نسبة B إلى A.
النوع الثاني من العتلات هو العتلة المثبتة من إحدى نهتيها، fixed endeavor، العتلة المثبتة من إحدى نهتيها. طبعا عتلة مثبتة من إحدى نهتيها مثل ما واضحة قدامكم بالصورة. إذا أجينا هاي العتلة، العتلة طبعا هنا الانبوت والاوت يكون نفس الاتجاه، مو نفس العتلة المثبتة من الوسط. احنا كان عندنا الانبوت والاوتبوت يكون واحد عكس الاتجاه. الآن هاي العتلة إذا أجينا سحبنا هاي الإزاحة بإزاحة مقدارها x اللي مثلناها بالانبوت على نقطة على تقع على بعد مسافة a، راح تتحرك إذا مثلا مثبتة بنابض أو واحد من التطبيقات الأخرى، راح يتحرك إزاحة راح نسميها y، فالواي راح تمثل الاوتبوت، فراح نوجد العلاقة ما بين الواي والاكس. العلاقة ما بين الواي والاكس هي أيضا نستنتج استنتاجها عن طريق تشابه المثلثات. أي مثلث؟ هذا المثلث الصغير مع المثلث الكبير، هذا المثلث الصغير مع المثلث الكبير. طبعا هنا ليش مشابهين؟ هنا مشتركة، هنا زاوية 90، هنا بالتناظر طبعا زاوية 3، فإذا زواياهم متساوية، فإذا المثلثين متشابهين. الآن نسبة y، نسبة y إلى x راح تساوي نسبة الضلع القائم الصغير إلى الضلع القائم الكبير. نسبة الضلع القائم الصغير هو b، ونسبة الضلع القائم الكبير هو a زائد b. إذا العلاقة ما بين y والx هي نسبة الضلع القاعدة، نسبة القاعدة المثلث هذا الصغير إلى المثلث الكبير y إلى x، هي نسبة طول الضلع القائم الصغير اللي هو b إلى نسبة طول الضلع القائم الكبير اللي هو a زائد b. إذا علاقة y إلى x اللي مثل دالة التحويل لعتلة مثبتة من إحدى نهايتها تساوي b إلى a زائد b. النوع الثالث والأخير من العتلات هو العتلة حرة النهايات، عتلة حرة النهايات أو العتلة الحرة free end lever، العتلة غير المثبتة أو العتلة الحرة. طبعا نقصد إنه بالعتلة الحرة هي العتلة التي لا تحتوي على نقطة ارتكاز تساوي صفر. يعني احنا لاحظنا بالعتلة الأولى إنه كانت مثبتة من الوسط، أي إن النقطة اللي كانت بالوسط كانت إزاحتها تساوي صفر بكل الأحوال. وبالنوع الثاني كانت العتلة المثبتة من إحدى نهايتها كانت عند الطرف، كان الطرف إزاحته تساوي صفر. هنا نلاحظ إنه هاي نوع من العتلة إذا أجيت أثرت بهاي القوة، بقوة هنا F ضغطت على هذه القوة مثلاً K K K عندي ثلاث نوابض مثبتة بثلاث نوابض، نشوف هذا الطرف راح يتحرك إزاحة معينة خلينا نسميها X مثلاً. هذا النقطة شنو راح تتحرك إزاحة خلينا نسميها E، وهذه النقطة راح شو يصير؟ راح تنقلب هذه النقطة، راح تصير كأنما نقطة E هي نقطة ارتكاز وهمية، راح تتحرك بالاتجاه Y أو ممكن مجبرة أن تتحرك بالاتجاه الآخر حسب الميكانيزم مع الحركة. فنشوف أنه جميع النقاط في العتلة هي متحركة، جميع النقاط أي أنه ما عندنا نقطة بالعتلة تساوي إزاحتها تساوي صفر. فيجي نوع من العتلات يتم التعامل عليها عن طريق استخدام طريقة السوبر بوزيشن. السوبر بوزيشن أنه شنو؟ نفترض أنه واحد من الطرفين يساوي إزاحتها صفر، يعني انثبت بشكل وهمي، ونحسب الإزاحة بالطرف الآخر، وبعدين شنو نعتبر شنو الطرف الثاني إزاحته تساوي صفر، ونحسب الإزاحة بالبقية النقاط، وبعدين نعمل عملية جمع جبري لتلك النقاط حتى نطلع المحصلة كما في الجزء الثاني من هذه المحاضرة. إلى هنا تنتهي الجزء الأول من محاضرة اليوم. شكرا جزيلا.